ايوه يا بت، بقولك حسن سحب رجالته ومشي، وعصام كمان خرج وراه. يوه، طب اقفلي دلوقتي، اقفلي، هكلمك. سلام سلام. عامله ايه يا نعيم؟ كويسه يا اختي، الحمد لله. اهلا وسهلا. مش هتقولي اتفضلي؟ ده احنا حتى عيله واحده. لا عيله واحده ده ايه، انا خلاص نفضت ايدي منكم من زمان. واذا كان حسن بقى بعتك تقولي كلمتين قوليهم يلا واخلصي. لا انا حسن ما بعتنيش ولا حاجه، انا جايلك من نفسي، اصلك وحشتيني يا نعيمه. ما تشوفيش وحش يا دلعتي، مالك بتبصلي كده ليه؟ ليه؟ ايه اللي كان بيني وبينك علشان تموتي لابني يا نعيم؟ قولي لي يا نعيم، عملك ايه يا عبد الله؟ ده انت بينك اتجننتي خالص يا عيني، البرج اللي فاضل طار، خلاص اتهبلتي. بقولك ايه يا حبيبتي؟ خدي بعضك بقى وتوكلي على الله، يلا لحسن انا مش فاضيه. بس انا مش هطلع من هنا يا نعيم، عارفه ليه؟ مش هطلع غير وانا واخده روحك. روح مين يا اختي اللي هتاخديها؟ بقولك ايه؟ شكلك كده فعلا اتجننتي. تكونش زينب هي اللي قالت لك الكلمتين دول عشان تبعد التهمة عن نفسها؟ روحي شوفي مين اللي عمل فيكي العملة السودا دي وخدي حقك منه. انت يا نعيم، والخوف انا شايفاه في عينيكي. خوف ايه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ هقولك، انت خفتي على ابنك فخدتي ابني ريتار رهينة، مش كده؟ اسمعي، ما تجيبيش سيرة ابني على لسانك، والا والله العظيم اكون مقطعاكي بسناني. هو ده اللي انا عايزه اسمعه. كنت عايزه تنتقمي من كريمه بعد اللي عملته فيكي، تقومي تعملي ايه؟ تموتي حفيدها وتكسري قلبها عليه، مش كده؟ والواد يهنم وحس بايد غريبه، فضل يعيط. تسكتي ازاي بقى يا نعيمه؟ تكتمي نفسه عشان ما حدش يسمعك ولا يشوفك. لا ده انت خلاص اتجننتي خالص. لا انا ما اتجننتش، وانت لسه ما شفتيش جنان. ده انا هخليكي تندمي على اليوم اللي دخلتي في البيت الكبير. عارفه يا نعيمه انا هعمل فيك ايه؟ انا هموتك وهاخد روحك وهقطعك حتت، وبعدها هاخد روح ابنك. ماشي يا نعيمة. يا فندم انا المحاميه شاهد عبد الله عبد الجواد. اهلا وسهلا. ايه اللي حصل يا ريتال؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ ريتال متهمه انها تهجمت على مدام نعيمه في بيتها وكانت عايزه تموتها. مش صحيح. وبعدين انا ايه اللي بيني وبينها عشان اتهجم عليها وابقى عايزه اموتها؟ يعني مدام نعيمه بتتهمك كده زور؟ اكيد يا فندم زور. لحضرتك ما تعرفوش ان مدام نعيمه تبقى مرات المرحوم عمي عبد الحكيم عبد الجواد ومخلفه منه ولد اسمه كريم. ده صحيح الكلام ده؟ ايوه يا حضره الظابط، بس يعني بس ايه يا مدام نعيمه؟ يا فندم مدام نعيمه مش عايزه ابن عمنا يعرفنا عشان متجوزه من الاستاذ عصام، واخت ريتال كانت راحه تتكلم معاها بس مش تهددها يعني ولا حاجه. يعني ايه تنبهني؟ يعني مش فاهمه. يا مدام نعيمه انت عارفه ان حسن ومروان مش هيسيبوا اخوهم يتربى بعيد عنهم. يا فندم انا هكون صريحه معاك، عم الله يرحمه وصى مروان وحسن على اخوهم الصغير، وحضرتك عارف الوصيه عند الصعايده عامله ازاي، لازم تتنفذ. واكيد مش هيسيبوا الولد الصغير يتربى بعيد عنهم، وريتال كانت خايفه عليهم لا يبقى ليهم اي رد فعل على نعيمه، وحسن وصاها لو ما جابتش الولد من نعيمه مش هيسيبها. الكلام ده مش صحيح يا فندم. ريتال كانت خايفه على جوزها لا يبقى ليه اي رد فعل مش محسوب،
وبعدين ده ابو ابنها اللي راح وابنها اللي جاي كمان. انا بقى ما كنتش عايزه اتنازل عن المحضر. لو ما كانش ده حصل كان هيحصل بلاوي تانية. ايه؟ خايف من حسن ولا من عيلة عبد الحكيم؟ اخس، وانا اللي كنت فاكره ان الناس كلها فران تحت رجليك. في حاجات كتير اتغيرت. حاجات زي ايه بقى اللي اتغيرت؟ يا ريت تفهمني كده عشان اعرف اخري ايه. اخرك اللي هيقولوا عليه. وبعدين انا كلمت الراجل الكبير وقال لي اللي يقدر على التاني يخلص عليه. وانت طبعا ما تقدرش على حاجة ولازم تروح تقدم فروض الطاعة والولاء. قلت لي بقى كده. ايوه بقى، بان كده على حقيقتك وبان على اصلك. انا كنت فاكرك ذكر يا اخويا، جزيت رقبة بدري واتجوزتني غصبانية وبالعافية. بقولك ايه، اوعى تكون فاكر ان انا اتجوزتك عشان سواد عيونك. لا يا حبيبي، انا اتجوزتك عشان كنت فاكره ان انت راجل قوي وتقدر تحميني والناس كلها تحت جزمتك، انما بالعربي كده طلعت خيخه. ايه الطريقه البيئه دي؟ بقولك ايه، انا مش مستغنيه عن روحي. ايوه، مش مستغنيه عن روحك. هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك. هو ايه الكلام اللي قالته ريتال واحنا ماشيين في القسم؟ قالت ايه؟ قالت انها مش هتسيب طار ابنها، وان زي ما انت قتلت ابنها هتحط رقبتك تحت رجليها. مجنونه وبتخرف. لا مجنونه ولا بتخرف. هو انت قتلت ابنها؟ وقت ليه يعني؟ انا مفيش حاجه وحشه بيني وبين ريتال زي عشان اقتل ابنها، وبعدين ده عيل صغير اقتله ليه يعني؟ يا نعيمه، اللي اسمها ريتال دي مش هتسيبك. أنا شفت ده في عينيها. قولي لي الحقيقة عشان أقدر أقف جنبك وأساعدك. قولي لي، صرحيلي. ما كانش قصدي والله، أنا بس كنت عاوزة أسكته، إنما ما كانش قصدي أموته. تسكتي إزاي يعني؟ بعد الليلة الرهيبة اللي قضيتها في القبر دي، الليلة اللي محدش يطيقها ولا يتحملها، خرجت وأنا كل انتقام. كنت عاوزة انتقم منهم واحرق قلبهم، وقلت اخطف الواد وانا باخده. قعد يصوت ويصرخ، حطيت ايدي على بقه بس علشان اسكته عشان ما يعملش فضيحة، لكن نفسه اتكتم ومات. بس والله العظيم وحياة ابني عندي، انا لا كنت قصدي اقتله ولا كنت عاوزة اموته. يعني انت اللي قتلت الواد. طب نعيمة، الحقيقة انت كنت حد غالي عندي قوي، بس بعد اللي قلتيه من شوية عليا هنا كان صعب قوي، وانا اللي كنت فاكر انك واقفة جنبي وانك تحت طوعي، انما اتضح ان انت محتاجاني علشان احميكي واحمي ابنك. بس للأسف بقى نعيمة، انت هتخرجي من هنا على سراية حسن، وهو بالمرة بقى أصفي الأمور اللي بيني وبينه ويشيلها لي جميلة. طبعا ما أنا سلمته اللي قتلت ابنه، وبالمرة أخلص منك بقى. أنا عامل فيها ذكر؟ أنا خيخة يا بيئة. لا لا، أنا والله العظيم كنت بقول كلام كده، كلام نسوان 100,000 وقت زعل يا أخويا، وأنا أستغنى عنك. كلام نسوان يا بيئة.